صباح الخير أعزائي المشاهدين، معاكم كابتن شريف حمودة وحلقة جديدة من حلقات سوبر هيرو. هتكلم النهاردة بمساعدة طبعا ريتاج وياسين. أخباركم إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. هتكلم النهاردة عن موضوع مهم، عن تأثير الرياضة على جميع وظائف الجسم بتاعتنا. الرياضة ما بتأثرش على حاجة واحدة بس في جسمنا، لا ده الرياضة بتخش في كل تكوين جسمنا. يعني إيه؟ يعني اللي بيمارس رياضة دايما بتلاقي عضلاته شكلها حلو، تلاقي نسبة الدهون عنده قليلة، بتخش تكوين العظم بتاع جسمه لأنه بيلعب رياضة، فالجسم بيستفيد بكل القيم الغذائية اللي هو بياخدها، كل العناصر بتوصل في الأماكن اللي هي محتاجاها للجسم بتاعه، العظم والأربطة والمفاصل، البشرة نفسها تلاقيها مختلفة، فيها نضارة، مفيش هتلاقي الهالات السوداء اللي بتظهر تحت العين بسبب السهر طبعا والعادات التانية اللي بتتعمل. الرياضة بتنظم لك يومك فبتخليك حياتك منتظمة في مواعيد نومك، في شغلك، في حياتك عموما. فالرياضة بتدخل في كل حاجة تخص تكوينك الجسماني وصحتك وحياتك عموما. ريتاج وياسين، تفتكري الرياضة مهمة بالنسبة لك في يومك، ولا لو ما كنتيش بتعملي رياضة ما كانش الموضوع هيفرق معاكي؟ لا طبعا مهمة. مهمة جدا. وياسين؟ بتفرق طبعا، بتفرق، بتفرق جدا في شكلنا، ان احنا دايما واحنا واقفين حتى كده جسمنا مفرود، حاسين ان احنا اقوياء، عندنا نشاط، مش على طول واقفين تعبانين كده وعايزين ننام. لا، هي داخله في كل حياتنا، في كل تفاصيلنا. الرياضه بتساعدنا دايما ان احنا نبقى اقوياء، نبقى عندنا نشاط، بنصحى كويس، مش حاسين ان احنا في كسل، بنقدر نركز في يومنا. ولادنا لما بيروحوا المدرسه بيحسوا ان هم فايقين، عكس بقيه زمايلهم مثلا لو حد مش بيمارس رياضه بتلاقيه مختلف شويه، ده بيبقى عنده نشاط، بيقدر يكمل اليوم الدراسي بتاعه، ولما يرجع بياخد فتره راحه شويه من المدرسه، وبعدين يقدر يقوم يكمل مذاكرته، تمارينه، حياته اليوميه بتختلف تماما. ده لانه تكوينه الجسماني كله اتعود على النشاط بسبب التمارين اللي بيعملها وبسبب الرياضه اللي هو بيعملها، فهو بيبقى مختلف عن البني ادم العادي اللي مش بيمارس رياضه. هنبتدي نعمل مجموعه التمارين بتاعتنا النهارده ونخلصها سوا بمساعده ريتاج وياسين كالعاده، ونرجع نتكلم تاني عن اللي احنا عملناه ونشوف مع بعض ايه العضلات اللي استفادت. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. التمرين الأول ضغط لعضلات الصدر. التمرين الثاني جري في المكان مع تحريك الذراعين للأمام بالتبادل. التمرين الثالث عمل دورانات للوسط يمين وشمال. رجعنا لكم تاني بعد ما عملنا مجموعة التمارين مع ريتاج وياسين وساعدوني في التمارين دي. طبعا شفنا التمارين اللي احنا عملناها، عملنا دورانات وحركنا الدراع وحركنا الرجل زي ما انتوا شفتوا كده. حسيتوا بالوجع ريتاج؟ حسيتي ياسين؟ حسيت. كنتوا متفاعلين معايا جدا النهارده، مبسوط قوي ان انتوا اديتوا التمارين بالشكل المظبوط ده. اتمنى الناس تكون كلها استفادت من حلقه النهارده. بشكركم وبشكر ريتاج وياسين على التمارين النهارده اللي عملوها معايا، واتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم استفدتوا، واشوفكم في حلقه جديده من سوبر هيرو.